محمد من القاهرة، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اهلا بيك يا فندم، كل سنة وانت طيب. وانت طيب حضرتك. والله انا رجل اعمال، وكنت استخرت عملت صلاة استخارة عشان موضوع ليا، ولقيت ان انا حلمت لما نمت حلمت بنخلة. انا مش عارف ايه رمزها يعني. لا حضرتك ان شاء الله العمل ده تقدم عليه وتابعني، انا هرد عليك بالقران والسنه. النخله الله يقول تؤتي اكلها كل حين، فاحنا بنقول لراجل الاعمال دون المشروع اللي انت بتقدم عليه ده في رزق، وربنا قال وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنية، يبقى هياخد من الرزق دون، وربنا قال والنخله باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، والله اعلى واعلم.